ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة بقية على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. الآن النشيد الوطني لألمانيا. ثم الدور الآن على المنتخب الآخر في السلام الوطني. بداية أحداث اللقاء، سيرجي جنابري يعد جناح متكامل حاليا من أفضل الأجنحة في العالم بفضل المهارات اللي يملكها، مستوى كبير جدا جعلت منه واحد من أفضل اللاعبين حاليا. جوناثان تا، جواو ماريو، برناردو سيلفا، جواو ماريو، مرت الكرة بشكل جميل، برناردو سيلفا، ديوغو جوتا، لمسة على اليسار، برناردو سيلفا يلعب كرة على اليسار، ديوغو جوتا، برناردو سيلفا، كرة من جهة اليمين، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ديوغو جوتا في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم وهذا هو ما حدث اليوم. هو صاحب آخر لمسة ومن حق الاحتفال حتى لو غيرت الكرة من مسارها. ألمانيا بهدف مبكر غير متوقع تنقلب عليهم كل الأمور، كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ جنابري، موسيالا لم يعرف كيف يرسل تمريرة بين سليبا، روبن دياز، برناردو سيلفا، ديوغو جوتا سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. ساني فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. جواو كانسيلو.
فرنانديز يلعبها لمنطقة الخطر، يستقبل كرة في وضعية ممتازة، تصويب على المرمى، كرة لا تسد ولا ترد، الكرة تعانق الشباك. يا الله على هذه الضربة، فينيشنج عالي جميل، انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. دقائق أولى مجنونة، أصبحت 2-0. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. روبن نيفيز، جواو ماريو، كريستيانو رونالدو يطلق الكرة، عرضية داخل منطقة الجزاء، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، مرور جميل هنا، ثم الكرة العرضية، موسيالا، جنابري، فيرتز، موسيالا، فيرتز، ساني هنا يمر، تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. كريستيانو رونالدو يبعدها عن مناطق الخطورة، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. روبن نيفيز، روبن دياز، برونو فرنانديز، روبن نيفيز، روبن نيفيز، لمسة على اليسار، جواو كانسيلو، كيميتش، غوندوغان، فيرتز، جوناثان تا، موسيالا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، موسيالا، كيميتش يرسلها للجانب الآخر من الملعب، إلكاي غوندوغان، روبن نيفيز، قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع، موسيالا، فولكرو، كرة طويلة للأمام، أوتافيو يلعب كرة عرضية، يبعد الكرة إلى بر الأمام، وستكون هنا رمية تماس، دييغو جوتا، رونالدو، كريستيانو، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. شوف سرعتها، قوتها، دقتها، روعتها، كرة مذهلة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن.
جنابري، تغيير لاعب على الأجنب. فيرتس يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. غوندوغان، الكرة في المرمى، يا سلام! بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع، جميلة جدا، مهارات وفنيات عالية، دقة كبيرة في استغلال هذه الكرات. الله يا ولد، التمريرة الحاسمة المميزة كانت الأساس في التسجيل. هل سنشاهد صحو الفريق في المباراة؟ روبن نيفيز، تغيير اتجاه اللعب. جواو كانسيلو، ضغط قوي وينجح في استعادتها. لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. لمسة بينية. فيرتس يستلم الكرة من الخلف. ينجح في إبعاد الكرة. غوندوغان يصوب كرة، رونالدو يلعب كرة على اليسار. جواو كانسيلو، دييغو جوتا، أوتافيو، برونو فرنانديز يحصل عليها. كيميتش يلعبها في المساحة. عدت الكرة، مساحة كبيرة. جنابري تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. مرت الكبيرت. الله ما أروع، لعبة في منتهى الروعة، هدف. الكنترول كان خيالي، ثقة غير عادية في استقبال كرة. أي استقبال، أي ضربة، أي هدف، أي مهارة يا حريف. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الكرة ملعوبة عرضية. غوندوغان شتت الكرة بعيدا، يستعيد الكرة بسرعة. روبن دياز يمر، موجود لإبعاد الكرة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يلعب كرة عرضية. القرار هنا إلى ركلة زاوية. إبعاد خاطئ. فرصة للتسديد. يا له من تصدي مذهل. ساني. اعتراف رائع للكرة. برناردو سيلفا، تمريرات قصيرة رائعة وسريعة.
يلعبها على اليمين ويلعبها إلى داخل ال 18. الكرة ملعوبة من مسافة، هجمة مرتدة الآن. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. ركنية قصيرة، كرة أرضية للقائم الثاني. جنابري يبعدها. البرتغال ممكن يستغل هذه الفرصة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. جنابري بدون مخاطرة يعود بالكرة. روبن نيفيز، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أوتافيو. كريستيانو رونالدو يلعب كرة للجانب الأيمن، يبعد الكرة عن المرمى. يمكن القول أنها كارثة على الفريق، يبحث عن المهاجم. موسيالا، موسيالا، فيرتز يفقد الكرة تحت الضغط. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. برونو فرنانديز، كرة طولية إلى الأمام. تسديدة، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. برونو فرنانديز يلعبها قصيرة. قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. لمسة على اليسار، الكرة تصل إليه. كريستيانو رونالدو، كرة أرضية خطيرة. يلعبون ركنية قصيرة. برونو فرنانديز الآن فرصة لهجوم معاكس، تحول سريع في الملعب. ساني تلعب الكرة إلى الأمام، كرة عدت ورمية تباس. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. إبعاد الكرة مطلوب هنا. جواو كانسيلو، كريستيانو رونالدو، أوتافيو ممتاز في التمرير. كريستيانو رونالدو، الله على هذا التألق لحارس رائع. لقطة غير عادية وتصدي رائع. دفاع يشتت الكرة. البرتغال ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.
يبعدها بقبضة يده. سالم إلكاي غوندوغان، سالم يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يحاول أن يلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. روديغر، مباراة مثيرة من كلا الطرفين، في ندية كبيرة، في دراما كروية على أرضية الملعب، أيضا في تكافؤ في كل شيء تقريبا. جواو كانسيلو يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. ديوغو جوتا يلعبها طويلة على الطرف، مهارة غير عادية بالكرة. كريستيانو والكرة في الشباك، جول! سيطرة، الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. يتقدمون بفارق هدفين الآن، هدف بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة للخصم. تمريرة جميلة أمام فرصة للتسجيل. جوناثان تا يبعد الكرة عن مناطقه. موسيالا، غنابري، فيرتس يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. فيرتس على تنفيذ الخطأ. فيرتس، جوناثان تا، فيرتس، موسيالا، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ديوغو جوتا، قد تكون هذه فرصتهم. يتعثر ويفقد توازنه. جواو كانسيلو يستقبلها في وضعية جيدة. موسيالا بمبدأ الأمان يعود بالكرة. غوندوغان كرة إلى الأمام، في الوقت المناسب يتدخل. روبن دياز لعب أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. جوناثان تا يفضل العودة بالكرة. كرة طولية إلى الأمام. فولكروك، الكرة ملعوبة من مسافة. فيرتس، كيميتش، موسيالا، غنابري يفقد توازنه، يحصل على المساحة ويلعب كرة عرضية. دفاع ينجح في بعد الكرة عن منطقة الخطر.
روبن نيفيز. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. جواو ماريو. تمريرة جميلة. يلعبها إلى منطقة الجزاء. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. برونو فرنانديز. ردة فعل سريعة جدا. قام بعمل رائع في التحضير من أجل التسديدة، لكن في النهاية لم ينجح في وضعها في الشباك، كان يحتاج إلى دقة أكبر. جنابري. وصلت إليه ليروي ساني. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. جوندوغان يسيطر على الكرة. جنابري يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. روبن دياز. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى أوتافيو. رونالدو. دييغو جوتا. كريستيانو رونالدو. يلعبها على اليمين ويلعبها إلى داخل ال 18. وكرة عرضية. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف، كل شيء في مصلحتهم اليوم. يحاول بكرة من ناحية الركنية. كرة تعود للخلف. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. يا لعيب، كرة جميلة هنا. جواو ماريو تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. جواو ماريو بينية رائعة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. فيرتز. يعيدها إلى الحارس. كرة طولية من الحارس. كريستيانو رونالدو. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. دييغو جوتا. يعود بالكرة لورا. كرة تعود إلى منتصف الملعب. كريستيانو رونالدو. موجود لبعض الكرة. البرتغال يحصل على الكرة مرة أخرى. أوتافيو يلعب كرة على اليسار. عرضية داخل منطقة الجزاء. يتواصل اللاعب برمية التماس. والكرة العرضية. ويسدد. تذهب الكرة إلى خارج المرمى. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. بدون مخاطرة يعود بالكرة. جاء
كيميتش، روديجر، ساني، يعرف انه كان عليه بذل مجهود اكبر في التمرير البينيه حتى لا يقطع الدفاع. رونالدو لديه حلول كثيره، يلعبها ببراعه، فرصه من جديد، خطاف الشباك، يلعبون مباراه غير عاديه في هذا اليوم. ما هذا الاداء، ما هذه الكوره، ما هذه المتعه يا عيني على هذه الكره الجميله اللي نستمتع فيها. هدف اخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن ايقافهم. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم، لم يصل بالكرة إلى الحد اللي يشكل فيه خطورة حقيقية على خصمه، ولم يكن مصدر تهديد حقيقي. جواو ماريو يرسلها داخل 18، والآن لديه فرصة، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. كيميتش، البرتغال يتطلع الآن لإنهاء الشوط الأول وهو متقدم على خصمه. يلعب كرة إلى الأمام، ألمانيا ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. روبن نيفيز، والآن فرصة للتحول الهجوم. مرت الكرة بشكل جميل، تسديدة من أول لمسة. حارس يقدم مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. يدرك جيدا أنه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. برونو فرنانديز يلعب كرة قصيرة، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. برونو فرنانديز، روبن نيفيز، الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم. جنابري، جنابري، فيرتز، برناردو سيلفا، روبن نيفيز، جواو كانسيلو في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. ضربة رأسية، جول! ما هو الفارق حاليا؟ هل تحسبون النتيجة؟ شخصيا لم أعد قادر على العد. أهداف كبيرة هذا اليوم، لا نلومهم صراحة على تسجيل أهداف وعلى توسيع الفارق بهذا الشكل الكبير جدا. فرق كبير بصراحة في المستوى بين الفريقين، ونتيجة واضحة للجميع. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. جنابري، فيرتز، 1-2، جميل لمسة. كرة طولية في اتجاه جواو ماريو،
هذه رمية تماس. برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، كرة خط كريستيانو رونالدو، إبعاد رائع من الحارس، عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. مستمرون في تسجيل أهداف، هدف بعد آخر، قوة كبيرة، فرق كبير بين الفريقين. ماتس هوملز، فولكروغ، موسيالا، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، فولكروغ، فعلها وسجل كرة في الشباك. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة، هذه الكرة يا جماعة، هذه المتعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. يستمر اللعب ثانية ولكن من الواضح أنهم لم يستسلموا بعد. يلعب كرة للجانب الأيمن، جواو ماريو، في كرة خطيرة إلى الأمام، وكرة عرضية، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. موسيالا، كيميتش، ساني، فولكروغ، ساني، فولكروغ، يقطع الكرة كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، أوتافيو، ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي، انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم، تمريرة قوية أكثر من اللازم، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، رونالدو احتفظ بالكرة في مكان لا يجب أن يحتفظ فيه بالكرة، هنا يجب أن يسدد، أن يضرب، أن يخلص، وصلت إليه، فولكروغ ينقذها حارس المرمى. موجود لإبعاد الكرة، كيميتش، غوندوغان، فاتت ومرت، وصلت إليه، ساني، موسيالا، شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى،
بالتسديد ينقذها ببراعة كبيرة. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. موسيالا، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه موسيالا، يلعبها لمنطقة الخطر. برونو فرنانديز يبحث عن المهاجم. كريستيانو رونالدو، لمسة على اليسار، ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. ساني، بمبدأ الأمان يعود بالكرة. روديغر يرسل كرة إلى الأمام، بينية جميلة. برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، روبن دياز، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، يلعب عرضية داخل 18. وتلعب عرضية أخرى، ينجح في إبعاد الكرة. يلعبها داخل 18، مرت الكرة، نجحوا في تخليص كل الكرات، يستعيد الكرة سريعا. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، يمتلكون السيطرة الكاملة الآن، عليهم الاستمرار في فرض الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. موسيالا، ساني يستقبل كرة في وضعية ممتازة، الضغط يولد الأخطاء دائما. برناردو سيلفا، أوتافيو، جواو ماريو، الله على هذه المهارة. برونو، تسديدة، تسديدة جاءت بعيدة، انحرفت تقريبا إلى جهة اليمين، رغم الرقابة الكبيرة نجح في المرور، نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع، لكن في الأخير الفرصة لم تكتمل. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. فولكروك، ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة. أوتافيو، كرة من جهة اليمين، قد تكون هذه فرصتهم. جواو ماريو يستلم الكرة من الخلف، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يلعب كرة عرضية داخل 18، منافسة، هذه
استلام تام في أرضية الملعب. يرفعون المنديل الأبيض في مباراة للنسيان بالتأكيد. لنشوف الليلة مباراة تلعب من طرف واحد. أعتقد أن الآن الكل يفكر في متى ستنطلق صافرة النهاية. مانس هوملز، موسيالا. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. ينجح في المرور، كرة عرضية، التسديد الآن، فرصة أخرى، يبعد الكرة عن المرمى، محاولة الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. جواو كانسيلو، ديوغو جوتا يستقبلها في وضعية جيدة. برناردو سيلفا، أوتافيو. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يلعب كرة على اليسار، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. لمسة على اليسار، روبن دياز. كانت تبدو واعدة هذه الهجمة لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. ألمانيا لديه جودة كبيرة في التمرير. الكرة العرضية من مولر، كرة عرضية سيئة. أوتافيو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو ماريو. جواو ماريو يهرب في الجهة اليمنى. لمن هذه الكرة يا ترى؟ ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. جواو ماريو، فولكروب، يثبت أنه يلعب من أجل الفريق في كل مكان، سواء في الدفاع في الهجوم. يمر ويلعب كرة بينية. ساني، مولر يطلق الكرة. مولر يرتكب مخالفة واضحة جدا. يتسبب في خطأ، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. برونو فرنانديز، كرة إلى الأمام، لمسة بينية، كرة خطيرة إلى الأمام، تسديدة في اتجاه المرمى. كانت هذه الكرة خطيرة جدا، التسديدة القوية، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. غوندوغان، فيرتز، موسيالا، غوندوغان،
تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. برناردو سيلفا، برناردو سيلفا، جواو ماريو، موجود هنا لقطع الكرة. مانس هوميلز، جوناثان تا، غوندوغان، جوناثان تا يلعبها في الجهة المقابلة. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. لعبة جميلة هنا. فولكروغ، روبن دياز. هذا المستوى من الضغط لا يقدر عليه إلا فرق النخبة، لأنها وحدها التي تملك الأدوات والعناصر القادرة على الضغط طوال المباراة بدون كلل أو تعب. مع هذا الأسلوب أنت تخنق الخصم دائما، تضعه تحت الضغط، خليه معرض لارتكاب الأخطاء باستمرار. يلعب كرة بينية. دابيو، أوتافيو يلعبها في المساحة، يرسل كرة. بإمكانه إبعاد الكرة وينجح في استعادة الكرة سريعا. أوتافيو، يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. كريستيانو رونالدو، إبعاد رائع من الحارس. الله، كنترول، لمسة في منتهى الروعة تعطيه الفرصة من أجل تسديد الكرة. روبن دياز، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى ديوغو جوتا. عدت الكرة، يحاول تمريرها من بين برونو فرنانديز. التسجيل، الأمور لا تخرج عن السيطرة، مباراة من جانب واحد تقريبا، سيطرة مطلقة على الملعب، فرق شاسع في المستوى على أرضية الميدان. ما يحدث هنا خروج بصراحة المألوف، سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تام في مجريات اللعب، والنتيجة هي اللي تتحدث. غوندوغان، جوناثان تا، فيرتس، جوناثان تا، برونو فرنانديز. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. غوندوغان، بينية رائعة. توماس مولر يستعي، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كيميتش، كيميتش، موسيالا يفضل العودة بالكرة. روديغير، موسيالا، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. فولكروغ يلعب كرة على اليسار، وتأكل قوي.
البرتغال. لم يجري أي تبديل في هذه المباراة حتى الآن، ربما نرى التغيير الأول قريبا. جواو كانسيلو يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. برونو فرنانديز، كرة أرضية صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. فيرتز لمسة على اليسار، ليروي ساني عاد الكرة، فيرتز تحكم رائع في الكرة، موسيالا شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى، لا يمكن أن تقلص الفارق مع منافسك بهذا الشكل. إضاعة الكرة بهذه التسديدة لقد كان من الممكن أن تشكل خطورة أكبر لو اتخذ قرارا مختلفا قبل التسديد. كرة طويلة للأمام، روبن نيفيز، وتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. كريستيانو رونالدو ينقذها حارس المرمى. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. يلعب كرة على اليسار، هل ينجح في المرور؟ عرضية داخل ال 18، ومحاولة مع المرتدة، تحول سريع في الملعب. غوندوغان، فيرتز، غوندوغان، فيرتز، فولكروغ، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. غوندوغان مهارة كبيرة في الاستلام، يستقبل كرة في فولكروغ، روديغر، فولكروغ، الدفاع كبير، ممتاز في التمرير. فيرتز يطلق الكرة، ملعوبة قصيرة من غوندوغان، كرة جميلة في موسيالا، كرة بعيدة جدا، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كيميتش، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فولكروغ، لمسة على اليسار، كيميتش، موسيالا، غوندوغان،
يلعبها لمنطقة الخطر. روديجر، كيميتش، سانيب، كيميتش، الآن إمكانية المرتدة. جواو ماريو، كرة تصل للاعب كريستيانو رونالدو. موسيالا، كرة طولية إلى الأمام. جواو ماريو، روبن نيفيز، روبن دياز، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. فولكروب، يلعب كرة على اليسار عند المساحة الخالية على الطرف. فولكروب، موسيالا يسيطر على الكرة، يلعبها مولر. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. روديجر، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، فولكروغ، لمسة على اليسار، ساني مع كرة بينية. روبن دياز، جواو ماريو، بينية جميلة، كرة تمر من الجميع. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. اسمح لي القول، كان أنانية بعض الشيء هنا، أكيد لن يتمكن من التفوق على الدفاع بمفرده. عليك أن تعرف متى تلعب بشكل جماعي ومتى تعتمد على الفرديات. لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. بعد رائع من حارس المرمى. سانيب، غوندوغان يستلم الكرة من الخلف. سانيب والعرضية، تحرك جميل. فولكروغ، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، استلام جميل للكرة. برونو فرنانديز، غوندوغان يشتت الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا، الضغط كان عليه قوي جدا. الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. توماس يلعب كرة على اليسار. رونالدو، دييغو جوتا، الآن الكرة إلى ضربة ركنية. ركنية قصيرة،
جواو كانسيلو، روبن نيفي محاولة تسديد، تصدي غير عادي ببراعة كبيرة من حارس المرمى، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. جواو كانسيلو دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. تشتيت الآن. يلعب الكرة. يا إلهي. هدف النيران الصديقة. هدف سجل وبالتأكيد بهذا الخطأ الفادح. روبن دياز، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، أوتافيو، تمريرة جميلة، جواو كانسيلو، كرة راسية، كرة عالية جدا. ألمانيا يجري تبديل آخر. ماتس هوميلز، براندت، 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 يلعبها على طرف الملعب. كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. أوتافيو يحاول أن يلعب كرة بين دياغو جوتا. كيميتش تلعب الكرة إلى الأمام، لمسة على اليسار، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يبعد الكرة إلى بر الأمان. لعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. تدخل جميل واعتراض أجمل. براندت، ساني، كيميتش، أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ برونو فرنانديز، جواو كانسيلو بدون مخاطرة يعود بالكرة، يلعبها إلى الحارس، مولر، كرة طويلة للأمام، سانيب، خسر المواجهة أمام خصمه، يحتسب الحكم ركلة حرة. الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم، يا
يستعيد الكرة بشكل سريع. روبن نيفيز البرتغال ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. روديغر سانيب الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. سانيب كيميتش يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. كرة طولية في اتجاه جواو كانسيلو. مولر فولكروك يلعب كرة على اليسار. كيميتش يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. كريستيانو رونالدو كرة من جهة اليمين. تحكم غير عادي بالكرة. دييغو جوتا دييغو جوتا استقبال جميل من جانبي أوتافيو. تسديدة أخرى ضاعت الكرة في الأخير إلى جانب المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. ألمانيا يقوم بتغييرات بالجملة هنا. غوندوغان يفضل العودة بالكرة. لمسة على اليسار. سانيب روديغر الكرة ملعوبة من مسافة. تعود الكرة بسرعة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى رمية تماس. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. روديغر هوفمان يعود بالكرة لخط الوسط. لمسة بينية. مساحة خالية على الجانب. برانديت يسدد الكرة ينقذها حارس المرمى. ألمانيا يضيع على نفسه فرصة مهمة لتقليص الفارق. يجب استغلال فرص بشكل أفضل واللعب بثقة أكبر. هذه التسديدة تعبر لك عن إحباط كبير اللي موجود بين أعضاء الفريق ككل. الآن فرصة لهجوم معاكس. الخطورة الآن في الجانب الآخر. كريستيانو رونالدو روبن نيفيز والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. روبن دياز جواو كانسيلو واضح عمل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة. براندت يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. براندت مولر أفقد الخصم التركيز التوازن. جواو كانسيلو أوتافيو روبن نيفيز روبن دياز يلعبها على اليمين.
جواو ماريو ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ والآن فرصة موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء. البرتغال يبحث عن حل من دكة البدلاء. غوندوغان، ماتس هوملز، براندت، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مرت الكرة، قراءة ممتازة من الدفاع. برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، يا ولد على هذه المهارة العالية. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. روبن دياز، جواو كانسيلو، برونو فرنانديز، جواو ماريو، الضغط ينجح في استعادة الكرة ويوقف الحكم. إذن البطاقة الصفراء. هذه ليست مباراة، لأنه بصراحة المباراة معناها يكون في تنافس من أي نوع. اليوم كانت سيطرة من طرف واحد، مباراة في اتجاه واحد. هوملز، كيميتش، براندت، ألمانيا لديه جودة كبيرة في التمرير. برونو فرنانديز، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. برونو فرنانديز، مرت الكرة بشكل جميل، يحاول تمريرها من بين المدافعين. رونالدو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، لا كريستيانو رونالدو. شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى. Give it.
كيميتش، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ كان لابد من التشتيت. يحاول أن يلعب كرة بينية. ساني، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعب كرة على اليسار، يرسلها إلى منطقة الجزاء. يبعدونها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. هوفمان، بينية رائعة. الكرة العرضية من مولر. لحظات أخيرة قبل النهاية وهنا ركنية. لدينا تغيير جديد هنا. ضربة رأسية ينقذها ببراءة كبيرة. روبن دياز، ديوغو جوتا، فاتت ومرت وصلت إليه. يمر يلعب كرة بينية. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. غوندوغان، الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة.